السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأهلا وسهلا بكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عرض سعودي للحوثيين عبر الصين لسد الفراغ الأمريكي بالبحر الأحمر، وإلى التفاصيل. بعد ساعات على تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية نجاح إجلاء قواتها وأصاديلها من البحر الأحمر، تركت السعودية البوابة الصينية وعلى رأس أجندتها الملف اليمني، خصوصا البحر الأحمر. كان الإعلان الأمريكي وفق مصادر دبلوماسية بمثابة صاعقة بالنسبة للسعودية التي كانت تعول على تغيير في خارطة الواقع الذي فرضته اليمن بعد أكتوبر بحظر الملاحة الإسرائيلية وما تلاه من تصعيد، وصل حتى إعلان أمريكا الحرب على اليمن، وقد شكل صدمة غير مسبوقة بالنسبة للرياض التي ظلت منذ نوفمبر الماضي تماضل في السير باتفاق مع صنعاء تم التوصل إليه مسبقا وفق ما تحدث به مسؤولون يمنيون في صنعاء. لم تكن السعودية بحسب مصادر تتوقع انهيار قوة الردع الأمريكية التي تم استجلابها خصيصا لوقف العمليات اليمنية بالبحر الأحمر، وكانت تتوقع تصعيدا أمريكيا أكبر مع نقل الحوثيين المعركة إلى حاملة الطائرات آيزنهاور وتحويلها مسرحا للعمليات اليومية هناك. لكن وقد قررت الولايات المتحدة النجاة بأصاديلها التي عانت لأشهر من واقع الضربات اليمنية، فلم تجد السعودية سبيلا سوى تفعيل اتفاق السلام مع صنعاء مجددا ولو بتنازلات أكبر هذه المرة. تقول المصادر الدبلوماسية الغربية بأن ما نقله بن سلمان للصينيين يتضمن امتيازات كبيرة لمن وصفتهم بالحوثيين، فهو يتضمن سد الفراغ الأمريكي في البحر الأحمر عبر إعفاء السفن الأجنبية المتجهة إلى الموانئ السعودية والمغادرة منها من العمليات اليمنية مقابل تنفيذ مطالب صنعاء، بما في ذلك حل السلطة التابعة للسعودية جنوب اليمن وإجراء مفاوضات مع قوى جنوبية فقط، إضافة إلى مصالحة بين حزب الإصلاح وحركة أنصار الله الحوثيين وبضمانات ووساطة صينية. هذه المعلومات تتواءم مع ما تناقلته تقارير إعلامية خلال الأيام القليلة الماضية، وتحدثت فيه عن حراك أممي بضوء سعودي في مجلس الأمن يهدف إلى إلغاء قرار مجلس الأمن 22-16 والذي يتضمن عقوبات على قيادات بارزة في حركة أنصار الله ويفرض الوصاية على اليمن، إضافة إلى إلغاء المرجعيات الثلاث التي تستند لها سلطة التحالف بعدن كشرعية. كما تؤكد التقارير التي تحدثت عن استبعاد أعضاء في الرئاسي من المفاوضات السياسية المرتقبة بين القوى اليمنية والأنباء حول استدعاء الصين لقيادات الإصلاح لزيارتها، ناهيك عن إجبار السعودية القوى اليمنية الموالية لها في عدن عن إلغاء خطوات التصعيد الأخيرة اقتصاديا ودفعهم عنوة للمشاركة في جولة مفاوضات مرتقبة حول ملفي الأسرى والاقتصاد. كانت السعودية حتى وقت قريب تراهن على استعادة أمجاد الحماية الأمريكية في المنطقة، لكن قرارها ضرق الوساطة الصينية مع اليمن رغم ما أثاره من ردود أفعال غاضبة في الأوساط الأمريكية يشير إلى وصول القادة السعوديين لقناعة باستحالة مسح الواقع الجديد الذي بات يتشكل بصورته في اليمن وممراته البحرية، وحتى لا تغرق بالمستنقع أكبر تبحث عن ما يخرجها من المستنقع الجديد ولو بثمن باهظ. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.